حددت وزارة التربية درجة القرار للصفوف غير المنتهية لجميع المراحل الدراسية، وذكرت الوزارة في بيان لها أن درجة القرار هي 5 درجات للصف الخامس الابتدائي و10 درجات للصفوف التي تعتمد نظام الكورسات، وأضافت أن هذا الإجراء جاء بعد أن قررت الوزارة إنهاء العام الدراسي واعتماد درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول نتيجة نهائية لطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي الحالي.